تسوي العمود المفروض ان هو بيعمل 4 متر 3 متر في الصباغه، الخرسانه بتاكل العمود، فهو العمود بتاكل فوق كل الحديد فوق، راح نازل بقى نازل والناس شغاله فيه جزء. الحمد لله اللي ما حدش مات. طب ايه اللي حصل؟ احكي لنا بالظبط. هو كده بالظبط، حد ما يعني العمود وقع على ايه وايه يعني وامتى وقع على العربيه اصلا؟ ده طريق اهو، ده طريق كان فيها حد العربيه، الراجل ربنا كرمه وطلع سليم، العربيه اللي اتدغدغت كان فيها واحد، العربيه اتدغدغت كان فيها واحد. كنت موجود وقتها؟ اه كان فيها راجل، والحمد لله ربنا كرمه وطلع خلاص الحمد لله، مفيش حد اتعور ولا حد مات الحمد لله. بس هي الشركه نفسها هي اللي موجوده من امبارح وهي اللي كانت شغاله؟ هم شغالين، هم شغالين، شغالين في المعارة الله أكبر عليهم. تمام. والعمدان زي الفل اهي. اه. شغالة اهي زي الفل اهو. وانجزوا. بس هم ضيعوا كده، ضيعوا شقاهم. صح. ده حرام. ضيعوا شقاهم والله. والله العظيم المشطاء كلهم وشغالين زي الفل. بس اللي هم كده ضيعوا شقاهم. انت بتقولي ان هم زودوا الحمل بس. هم زودوا بتاع الحمل. اه هو ما مش زودوا الحمل. هو المفروض انا ما حملش الخرزانة كلها. طب والعربية اللي كانت مكسرة دي؟ سواء نط، سواء نط منها، نط منها من قبل ما تطلع. اه كنت هو بيمين، هو بيمين كده سواء ده وسواء اتنقلوا على الإسعاف أو حاجة؟ واحد بس على الإسعاف. ممكن تقول لنا إيه اللي حصل؟ كنت واقف في نط أهو، لقيت العمود وقع على عربيتين الكبيرة. والناس اللي كانوا فيهم طلعوا حاجة؟ الحمد لله خير يعني. طيب هو وقع يعني، ايه الاصابات اللي حصلت حوالين العمود او اي حاجة غير انا جبت العمود ميت، قلت هو هيوجع كده، هو كان هيوجع بس الحمد لله هو على ركبتين ورجع عندهم.